وقفات مع عامر. لتحفيز الحوار وتعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعات الفنية ورعاية التعبير الإبداعي وإبراز قدرة الفن على صناعة التحولات الحضارية. وفي العام القادم ستعمل المؤسسة بمشيئة الله على إطلاق بيانالي للفنون الإسلامية، وسيكون فريداً من نوعه على مستوى العالم. ختاماً، أتمنى للجميع أسعد الأوقات بصحبة الفنون الملهمة وإبداعات الفنانين، والذين أشكرهم جزيل الشكر على جهودهم، كما أشكر زملائي في مؤسسة بيانالي الدرعية على جهودهم الفترة الماضية المليئة بالتحديات. وغداً أجمل دائماً بدعم ملهمنا سمو سيدي ولي العهد حفظه الله. أهلا وسهلا أصحاب السمو، أصحاب المعالي، ضيوفنا الأعزاء، مساء الخير. معكم آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيانالي الدرعية. أود أن أشكر سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على دعم سموه اللامحدود. كما أود أن أشكر مجلس أمناء مؤسسة بيانالي الدرعية على دعمهم المتواصل. اليوم نسطر التاريخ، ويشرفني أن نحتفي بهذه اللحظة المؤثرة معا، والتي تجسد رحلة دامت لعامين. Please welcome to the stage Director and Chief Executive of UCCA Center for Contemporary Art, Philip Tinari. شكرا لك يا آية. أنا هو الشرف الكبير أن أكون حاضرا معكم الليلة في افتتاح بيانالي الدرعية للفن المعاصر. It's an honor to be here tonight with all of you to mark the opening of the درعية Contemporary Art Biennale. The theme of the Biennale is Feeling the Stones. We look forward to welcoming hundreds of thousands of visitors to discover the magic and the power of contemporary art, some of them for the first time in this special place. I'd like to conclude by expressing my gratitude to the Ministry of Culture and the Derayet Biennale Foundation for inviting me to take on this project, to my co-curators, Wedge Zerreda, Shishwan Wan, Neil Jung, to all of the teams with whom we worked so hard over these past 2 years through a global pandemic, and most of all, to the artists from Saudi Arabia and beyond who have given here of their time and of themselves to make this exhibition one to remember. Thank you. كيف ممكن من أي مادة عندنا نسوي منها أعمال فنية؟ هذا فنان صيني. شفنا الجرائد، الفكرة نفسها في الإبداع. إيش يقول لك المثل؟ الحاجة من الاختراع. فهو من شيء من الطبيعة، شيء من البقايا، سوى عمل فني جميل جدا. شوفوا تفاصيلها ما شاء الله تبارك الرحمن. بقول لكم هي دعوة عامة لجميع المهتمين بالفن والفنون، لازم يشوف الأشياء. هذا عبارة عن روبرت جالس يرسم لوحة تشكيلية، أطراف اللي هي الفحم، هو أطراف كل الفحم، إنما السؤال كيف جالس يتحرك، إيش اللي جالس يحركه. هذا اللي المفروض نعرفه من خلالها.
بنال الدرعية. شكرا.